كان المرضى الاتصال بسعف جمالية بيجيلهم متلازمة الإهمال النصفي ميستاشيا نيجلكت. طيب يعني إيه أصلا سعفة جمالية؟ السعفة الدماغية دي حاجة بتحصل نتيجة حاجة من الاتنين، يا إما جلطة في أحد الشرايين الموازية جزء من المخ، يا إما انفجار في أحد الشرايين الموازية جزء من المخ. يعني في كلتا الحالتين الدم اللي بيكون شايل الأكسجين والعناصر الغذائية وبيكون رايح المخ بيقف. بيحصل تلف في جزء كامل من الدماغ، يعني في منطقة كاملة في مخك هتضل. وكمان هيكون عنده صعوبة في الحركة والتعبير، يعني لو طلبت منه إنه يبتسم هتلاحظ إعوجاج في جزء من الفم. كمان لو طلبت منه إنه يرفع دراعته الاتنين في نفس المستوى كده فهتلاقيه بيرفع دراع واحد بس، والدراع التاني يا إما مش عارف يرفعه يا إما بيرفعه بس بصعوبة شديدة. يعني من الآخر كل دي أعراض لسعفة دماغية، ساعتها لازم المريض ينقل للمستشفى فورا في خلال 3 ساعات بالكتير. طيب لو ما اتنقلش هيحصل حاجة من الاتنين، يا إما هيموت يا إما هيتشال. نخش بقى في موضوعنا. لقوا من 13 لـ81% من المرضى اللي بيجيلهم سكتة دماغية في الجزء الأيمن من المخ بيجيلهم متلازمة الإهمال النصفي وبيهملوا الجزء الشمال من كل حاجة في حياته. وده ليه؟ ده لأن الجزء اليمين من المخ هو المتحكم في الجزء الشمال من الجسم والعكس. يعني مثلا لو طلبت من المريض إن هو يحلق دقنه هتلاقيه بيحلق نص دقنه اليمين بس، لأن ده النص اللي هو شايفه. كذلك لما يتحط قدامه طبق أكل بياكل النص اليمين بس ويسيب النص الشمال. انت متخيل يعني ايه ممكن يكون لسه جعان ويطلب اكل تاني والطبق اللي قدامه اصلا لسه ما خلصش؟ وبرضه المريض لما بيجي لسكيزاته بيشوف رجليه بالمنظر ده، يعني بيشوف ان هو عنده رجل واحده بس، كذلك بيلبس الفرده اليمين بس. الموضوع ممكن ما يوصلش معاه كده وبس، ده الموضوع كمان ممكن يوصل معاه انه ما يحسش باي حاجه تحصل في الجزء الشمال من جسمه زي الحروق والجروح والكسر. نيجي بقى للتشخيص. ازاي الاطباء بيقدروا يشخصوا الحاله دي؟ عن طريق 3 تجارب. أول تجربة اسمها تجربة الاستغناء أو الكانسليشن تيست. تجربة الاستغناء دي بتكون عبارة عن إني بطلب من المريض إنه يعمل دايرة على حرف معين أنا حاطه وسط حروف كتير في لوحة كبيرة، وموزع الحرف ده على اليمين وعلى الشمال. يعني أي إنسان طبيعي هيعمل دايرة على حرف في الجزء اليمين والجزء الشمال لأن هو شايف الجزئين. لو المريض فعلا مصاب بمتلازمة الإهمال النصفي هيعمل دايرة على الحرف في النص اليمين بس أو النص الشمال بس على حسب الجزء المخ بتاعه. التجربة التانية هي تجربة فصل الخطوط، تجربة line bisection، ودي بيكون عبارة عن ايه؟ عبارة عن اني برسم خط معين للمريض وبطلب منه انه يقسمه من النص. هنلاحظ دايما ان هو ما بيعرفش يقسمه من النص، دايما بيكون في انحراف لان هو مش شايف الخط كله. التجربة التالتة هي مهام الرسم والنسخ، copying drawing task، ودي عبارة عن اني بجيب رسمة معينة للمريض وبطلب منه انه يرسمها تاني. هنلاحظ انه دايما بيرسم نصها بس، زي رسمة الساعة. طيب ازاي نعالج المريض ده؟ بنقسم العلاج عندنا قسمين، قسم اساسي معتمد على التدخل في سلوكيات المريض ومحاوله تعديلها، وقسم ثانوي معتمد على العلاج بالادويه. قبل ما ندخل في العلاج لازم تبقوا عارفين كويس جدا جدا ان مش كل مرضى بيستجيبوا لنفس العلاج بنفس الدرجه، عشان كده مده العلاج بتختلف من حاله للتانيه. ممكن العلاج يبقى اسابيع، شهور، سنين، كل ده متوقف على العرض وبناء عليه يختلف العلاج وكذلك يختلف المده. نبدا العلاج السلوكي، وده بيشمل على أكتر من نوع في العلاج. أول نوع من النوع اسمه ذا توب داون ميكانيزم، ده معتمد على إني بوجه انتباه المريض للنصف المخ التالف عن طريق إني بديله شوية معلومات يقدر من خلالها يستنتج إن في نص مهمل هو غير عنه. تاني طريقة معانا في العلاج هي طريقة البوتوم أب ميكانيزم، وده معتمد بصورة كبيرة على إثارة الحماس، يعني إن أنا أرش مية ساقعة في ودنه الشمال، مية سخنة في ودنه اليمين، أديله لسعة عربية بسيطة في عضلة رقبته الشمال. يعني من الآخر لازم أقنعه حسيا بطريقة لا تقبل الشك إن في جزء مهمل غايب عنه وهو مش حاسس بيه. من الطرق كمان المهمة في العلاج حاجة بيسموها البريزم أدابتيشن، وده عبارة عن جهاز مصحوب بنظارة معينة بيقدر المريض من خلالها يتعرض لنفس النهاية البصرية اللي تعرضها في تجربة الاستغناء وتجربة الرسم والرسم، بس المرة دي هو لابس النظارة. بيبدأ المريض بيشوف النص اللي غايب عنه اللي ما كانش شايفه قبل كده، وده طبعا بيكون مفيد جدا في تحسين قدراته العقلية وتحسين استجابته الحركية تجاه جزء المهم. نيجي بقى للعلاج بالادويه. وجد ان الادويه اللي بتشتغل زي الدوبامين في المخ بتحسن الاعراض بصوره ملحوظه، والسبب لحد دلوقتي غير معروف. طيب ايه هي الادويه اللي بتشتغل زي الدوبامين؟ 3 ادويه، الليفودوبا والابومورفين والبرومبريبتين. دلوقتي هل فعلا ممكن يختفي نصف العالم؟ هذا الفيديو تم تصويره في حبايا كووركينج سبيس.